الضمان الاجتماعي. مع الوقت الضمان الاجتماعي بدأ هو عيد سنة 2015 وبدأ أخدنا خطة ثابتة إن هو ينزل. إحنا هنا في سنة 2017 بقينا 1,600,000 بدل ما كنا 1,800,000 في يوم من الأيام. ففي 200,000 أسرة تخرجت منهم لأسباب إنها البحث في سوق العمل أو لأسباب وفاة أو لأسباب تنقية مستمرة وزارة التضامن بتتبناها سواء للضمان الاجتماعي أو لأي فئات المستحقة. Thank you.